اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج مركده وليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشيني جدا 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 قبل ما نبدا فيديو ده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال متحمس ليه جدا لان احنا النهارده يا ابطال بصراحه احنا عملنا حلقات كتير قوي عن السلسله دي والسلسله دي بصراحه من السلاسل الجامده قوي بجد يا ابطال وكل فتره احنا بنفتح سلسله جديده عندنا في القناه لان بصراحه انا بحب قوي موضوع السلاسل يا ابطال احنا نقعد نعمل سلسله سواء بقى ابطال صنعنا ملابس يوتيوبر تمام سواء مثلا بنعمل خدع تيك توك سواء اي حاجه ابطال ليها علاقه اللي احنا بنعملها بنفتحها سلسله بردك يا ابطال ده مش بيكون رايي بس لا ده بيكون رايكم انتوا بردك يا ابطال فيلا بينا يا ابطال كل حلقه ينزل حط لايك للفيديو واشترك في القناه عشان يعني مش عارف اقول لكم شكرا بجد بتاع كل الدعم الجامد ده والحلاوه والجمال ده شكرا شكرا فيلا بينا المفروض النهارده يا ابطال السكن اللي هنعمله النهارده وهو اليوتيوبر اسمه OVZ بردك يا ابطال اليوتيوبر ده يعتبر بيعمل حاجات زي تمام اللي هو بيعمل خدع تيك توك بيعمل حاجات كتير قوي في مبل بيوت وحاجات زي كده فمتحمس جدا تمام عنده 15000 فولو كويس المفروض يا ابطال هو ده السكن بتاعه تمام واضح كده ان الشخص ده هيبقى السكن بتاعه اتمنى يعني من الواضح اللي هو غالي انا حاسس ان الشخص ده السكن بتاعه غالي وانا بجد ابطال مش معايا غير 800 او ماي جاد ده ايزي حلو والله باين عليه مش غالي قوي تمام 125 تمام وادي هنا الومن هيد كويس وادي هنا المان توكسو و او ماي جاد شعره بس 250 روبوكس وات والله كتير ماشي هنا بخمسة روبوكس او ماي جاد يا جدعان والله بنفلس والله الحقونا بجد بنفلس ولكن يا ابطال هنشتري الحاجات دي انا هنشتريها لان السلسله دي بتخلينا لازم نشتري الحاجات دي امال هنعمل ايه بالروبوكس يا باشا يلا بينا نروح نشتري الحاجات دي ودلوقتي يا ابطال رجعنا ليكم من تاني والمفروض يا ابطال اشتريت كل حاجه تمام خلونا بقى يا ابطال نركز عشان واحده واحده كده عشان نشوف يا ابطال اول حاجه هو عامل السكين بتاعه مان كويس قوي يا ابطال خلونا دلوقتي يا ابطال ندخل على الحاجات دي وندور على المان تمام هنا فين المان فين المان هنا في بوي ايوه هو ده ابطال انا ما اعتقد ان هو ده فعلا بالظبط وهي دي دراعاته وكل حاجه حلو جدا خلينا دلوقتي ابطال نروح ونبدا ابطال نلبسه كل الحاجات والشعر بقى وكل حاجه تمام هو ده الكلام ليتس جو ايه يا ابطال اللي ناقص المفروض يا ابطال اللي ناقص بصراحه ايوه دي يا ابطال اسمها ايه بس عشان افتكر وومن هيد تمام يا ابطال او ماي جاد ايه ده شعري لازق على شعر ما علينا خلينا ابطال نروح كده عند الهيد تمام انا ما اعتقد مش هي دي لا بقى مش هي دي يا ابطال خلونا نشوف ايوه الهيد الومن هيد الومن ايوه بالظبط هي دي يا ابطال اللي راسه تمام وبعدها يا ابطال نشوف الانيميشن محتاجين يا ابطال نشوف الانيميشن بتاعه اسمه ايه كارتوني الحمد لله ابطال احنا اشترينا ده من فتره يعني ده احنا ده اشتريناه اصلا تمام فمحتاجين اللي احنا ليتس جو والمفروض كده احنا عملنا السكين ايوه متحمس يا ابطال والمفروض كده تمام يا ابطال كل حاجه تمام ولكن نتاكد عشان في الاخر يا ابطال ما تقوليش في الكومنتات يا بلال انت بتعملوا اي حاجه وحش تمام المفروض كده يا ابطال هو المفروض تمام على ما اعتقد المفروض كده تمام قولي تحت في الكومنتات صح ولا ايه يلا بينا يا ابطال ايه ده روبلوكس ايه اللي حصل ما علينا يا ابطال افتكرتها وقفت والله وانا بصور المقطع خلونا دلوقتي يا ابطال ندخل على ماب البيوت ويلا بينا ودلوقتي يا ابطال دخلنا ماب البيوت واحنا بالسكن بتاع اوفي زد او هو اسمه عمر باين تمام ومتحمس جدا بصراحه يا ابطال يلا بينا اما نشوف كده هلا والله هلا هلا اهلا اهلا اكيد انتوا عارفيني حد عارفني ثاني يا ابطال حد عارفني هلا هلا يا جدعان محدش بيرد عليا ليه مشهور عرفك ايوه ايوه من اولها ايوه كده تخيلوا قالوا لي بلال والله العظيم من اقرب مكان وانط عادي ما انا مش عارف. ايه ده بتقول لي معروف اعرفك والله ايه ده بجد بتقول لي انت عمر أو ايه ده واحد بيقول لي انت عمر او زد ليتس جو ايوه بقى وعرفوني عرفوني احلى حلقه هتبقى النهارده اديله هو بيقول ايه اكيد هو ليه كلمات مشهور هقول له حبايب والله اللي هو حبايبي مثلا انا مش عارف بصراحه بطلعه منين يعني انا فانزك عن جد بحبكم ما مش عارف بصراحه هو بيتكلم ازاي يعني ولا انت بتتكلم ازاي بس تمام ماشي حاضر هنشوف الكلام ده تكفى ضيفني انا بص بطلعه اقول لهم ايه انا نفسي اضيفكم كلكم والله بس للاسف مش هعرف يعني انا اسف بص يا ابطال يعني يا لهوي يا روبلوكس اللي بتعمل معايا كده اقسم بالله عيب خلونا ابطال طب ابطال بص ابطال ايه لا انتوا مش ابطال دلوقتي انتوا دلوقتي
والله بعدك ما عارفش اسمهم ايه. خلاص ما علينا ما علينا، تكفى ضيفني. طب بقول لكم احنا نعمل ايه، سيناريو جامد قوي دلوقتي. تمام ماشي، خلونا نمشي الاول في الباص. تمام المفروض يا ابطال ان الشخص ده محتواه اصلا اللي هو بيعمل يعني خدع واسرار، تمام، وبيقعد كل شويه يطلع يحكيها في قناه عنده، تمام، ومطر بمطر، فمحتاجين ان احنا نعمل كده. سبحان الله النهارده واضح ان اليوم مطر ورعد وبرق، فمحتاجين الشمسيه دي جدا. واحد بيقول انت بلال، انا بقى مش انا بخاف من الناس دي، انا بجد بخاف من الناس دي. لا لا لا، انا عمر او زد، انا ما اعرفش انا اقول انا كتبتها كده صح ولا ايه الصراحه. تمام عمر او زد، يعني مش عارف هو المفروض في او في او اف زد، يعني مش عارف ايه اوف زد ولا او زد، مش عارف صح يا جدعان هو سمى الاسم ده على اساس ايه، اللي هو اوف زد ده او اختصار لايه. ممكن عمر بعديها مثلا اسمه فوزي، عمر فوزي مثلا، زد زياد، عمر فوزي زياد هو اسمه. اما عشت الاسامي، عشت الاسامي لو انت اسمك كده يعني. ماشي عامه انا مش هينفع اطلع من هنا. لا 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 لا، بسرعه 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 بسرعه. عمر نعم، عايزين مني ايه؟ طيب نعم الحمد لله يا ابطال. في ناس بجد يا ابطال من اول ما دخلت الماب، يعني من اول ما دخلت السيرفر الناس مصدقه بجد. تكفى عمر دفني، اقسم بالله الناس يا ابطال. ليه ما حدش يقول انا مين بلال يا جدعان؟ لما انتوا بتقولوا بلال بتجننوني، اقسم بالله انا بسخن لما يعني بصوا انا بعرق، انا بمسح حرق، والله بمسح حرقي لما الناس دي تقول لي بلال، لان انا مش بلال دلوقتي، انا دلوقتي متقمص شخصيه. عمر ممكن اتصور معاك اكيد، بسرعه انزل احلى صوره. بس تعالى تعالى تعالى، ايوه يلا يلا خد لي صوره، يلا يا باشا احلى صوره انا وانت. يلا صوره، معلش بس ايه بلال، انت بلال؟ انا بقى انا قاعد بعرق. لا انا مش الشخص ده، انا عمر. الحمد لله بحاول هنحاول ان شاء الله. انت يا جدعان بقى بجد، واحد اسمه نواف ابو دح، احلى ابو دح الدنيا. نو استغفر الله العظيم يا جدعان. انا يو ار اي بي جيمنج؟ نو نو يا جدعان، انا قاعد بقى، انا الجو الشتاء وانا بعرق بسبب الناس اللي بتيجي تقول لي بلال. يا رب. واحد بيقول لي تعالى نفسنا، تعالى نعمل نفسنا مش نعرف. صح صح يا انا عمر. ايه ده يا عمر؟ ايه ده؟ واحد اسمه جوست عمر قاعد فضحنا وقاعد بيقول لي انا بلال. انا مش بلال دلوقتي يا عمر، انت سامعني؟ ما مش سامعني، مش ينفعش اقول له قدام الناس دي وصل الناس دي. ماشي تمام حبيب قلبي. مين ده ابو دح؟ حبيب قلبي ابو دح، هتودينا فين يا ابو دح؟ على وين رايح؟ على وين رايح يا ابو دح؟ كيف حالك؟ على وين؟ على وين رايح؟ خلينا نشوف. البنك اتقفل، ما اكيد طبعا اجواء مش لذيذه خالص، المفروض كل الناس تقفل وكل الناس تنام. اما انا جاي ايوه. هلا حبيب قلبي، هلا، انت رايح فين؟ على فين؟ وين رايح يا ابو ده؟ هتودينا فين؟ احبك يا عمر يا مواه. والله انا كمان احبكم. ماشي وانا كمان بموت فيكم كمان حبايب قلبي. تمام ماشي. ايه اللي بيحصل؟ ضيفني بليز، اقسم بالله الكلمه اللي بتتقال، انا قاعد بعرق ليه؟ الكلمه اللي بتتقال حرفيا لكل الناس وكل اليوتيوبرز اللي هو بليز ضيفني، دي اكتر كلمه بتتقال لاي يوتيوبر يدخل اي ماب في العالم. على فكره ده بجد، والله ما بهزر، احبك عمر بليز ضيفني. لا 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 لا، والله العظيم انتوا بتقولوا نفس الكلام، دي الاعاده يعني. ده ابو دح كمان عادته، ابو دح بقى بيقول كده اللي هو السواق دلوقتي. بس لا ابو دح بقول لك ايه، ايه ده اللي حصل؟ كنا نموت يا ابو دح. يا الله يا ابو دح، يا الله يا ابو دح، منورين يا حبايب. الحمد لله يا ابطال، ما حدش واخد باله ان اسمي ايه بجيمنج 707. هم اصلا يا ابطال ما اعتقد ممكن ما يعرفوش اسم الحساب بتاعه، ممكن تمام، فلكن يعرفوا السكن. ايه يا عم اللي بيعمل حظ ده؟ عايز انت عايز تعمل ايه فيا؟ عايز تعمل ايه فيا يا جدعان؟ انا اسال. نعم عايز ايه؟ عايز ايه؟ نعم نعم يا ولد. ممكن صور، احلى صوره، احلى صوره ممكن طبعا، بس الاجواء بصراحه مش مهيئه خالص ان احنا ناخد صوره. يلا بسم الله، يلا يا باشا احلى صوره، خلينا نعمل كده. ايوه اديله يا باشا، اديله. يا سلام، ايوه انا بصراحه عايز اديهم كل واحد واحده كده. تمام العفو حبيب قلبي، يلا عشان بس الدنيا بصراحه شمس. ايه ده شمس ايه؟ الدنيا بصراحه تلج. ايوه خلينا كده نستخبى مع بعضنا. اجري اجري بصراحه. ايه ده ما ينفعش اسوق، استنى. كسفت خالص، ماشي شكرا، كسفت خالص. هلا والله كيف حالك يا كيوت يا صغير، انت فين؟ هلا والله، بص ماسكها ازاي، والله العظيم شكله يضحك، والله شكله يضحك حبيبي. ما انا معايا واحده،
تمام كده. يلا انا هاجي انا بقى، يلا سلام. يا ولاد اللعيبه خص سيارتي. يا عم دي بطيئه قوي، خلينا نعمل 200 لو ينفع. بس دي مش دي سيارة بطيئة أوي، ممكن بسبب المطرة. أنا حاسس إن هي بسبب المطرة. بصوا الحادثة دي، ووووب. إيه ده؟ ده رايح فين؟ ودي بقى. بقول لكم إيه؟ ثانية، أنا بص بقى أبطال. بصوا هعمل إيه؟ ثانية، خلينا أبطال نعمل بسرعة إيه؟ شوية أسرار، اتفقنا؟ شوية أسرار عشان أنا دلوقتي هنعمل تجمع. ثانية يا أبطال، تمام. آه أنا آسف، أنا سواق جامد جدا، أنا سواق جامد أوي. خلينا بسرعة أبطال نروح كده، تمام. خلي بالك خلي بالك يا بنتي. او ماي جاد، والله العظيم كانت خلاص. ماشي نعمل كده، قاعد تضيفني. والله العظيم نفسي، والله نفسي لعبه روبلوكس تنزل اي تحديثات ليها علاقه باللي انا اضيفكم يعني. او ماي جاد على الرعب. تمام خلينا نعمل كده، ندوس على دي. السلام الله. تمام بعدها ابطال ننزل بسرعه بسرعه بسرعه. ابطال ايه؟ ماشي بعدها يا ناس، هقول لكم يا ناس ولا النواف. انا والله خلونا دلوقتي يا جدعان نروح عند المكتبة، تمام؟ بسرعة بسرعة بسرعة، على جنب، بسرعة بسرعة. المفروض هنلاقي دلوقتي الكتاب. فين الكتاب؟ أيوه. واو ماي جاد، إيه ده؟ الجو بدأ يتعدل، والله حلو جدا بصراحة. ماشي تمام، ماشي نعمل كده. هشتري البيت ده، يلا بينا عشان هقفل. يلا انا عايز بس 2، يلا بينا. هوب قفلت الباب وهقفل كده. بس شوفوا بقى شوفوا بقى، عشان احنا هنكون عصابة، اتفقنا؟ يلا اتفقنا، احنا دلوقتي هنكون عصابة. انت جاهز يا ابو دح؟ جاهز يا نواف؟ قول جاهز. انت جاهز؟ عايز حماس؟ مين اللي بيرن الجرس دلوقتي؟ مش هنفتح، احنا دلوقتي بنكون عصابة. ياما الواد ده داخل ازاي؟ يلا انت جاهز؟ يلا ايه اللي بيحصل ده؟ يلا في ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف. لازم اعمل كده. ماشي يلا حماس، انت بتصور؟ ايوه ايبي جيمنج. والله يا جدعان بقى حرام، الحمد لله الناس اللي جوه معايا مش بتقول لي ايبي جيمنج، ودي حاجه حلوه. ماشي يلا بينا ابطال، خلينا دلوقتي بسرعه نلبس حاجه ليها علاقه بيه. هو ده يا جدعان، هو ده اللي المفروض نلبسه. ليتس جو، حط لايك. ايوه بقى يا جدعان حبيبي، ايوه يا جدعان كلكم، كل الناس اللي بتحب عمر اوفيزيت، او هو اسمه ايه؟ عمر اوفيزيت. واللي بتحب ايبي جيمنج اكس، او ايبي جيمنج، او ايبي جيمنج 77، او اي حاجه في الدنيا، انزل حاجه حط لايك للفيديو واشترك في القناه. والله يا جدعان الفيديو هيبقى جامد، لسه ما عملناش حاجه، والله لسه ما عملناش حاجه. ليتس جو يا ابطال، خلونا دلوقتي لايك واشترك، احلى لايك والله العظيم حبايب قلبي بجد. ماشي تمام، خلونا دلوقتي نمسك سلاح، يلا بينا عشان احنا دلوقتي يلا على بيت. ثانيه يا ابطال، انا هقول لكم دلوقتي على بيت ايه. تمام انا دلوقتي بكتشف البيوت اللي موجوده في ماب البيوت. ماشي خلونا دلوقتي نروح عند بيت 23، يلا على بيت 23، يلا بينا. تمام اول حاجه الجراج. او ماي جاد البنت هتشوفني. طب خلي بالك، البنت واضح ان هي قافله. ماشي مش عايز البنت تاخد بالها مني. اوب بس كده ما خدتش بالها. ثانيه تمام. فين صحابي؟ ثانيه البنت متفاجئه اللي في ناس داخلة. ناس واقفة عند قصاد بيتها. كويس ثانية، أنا لازم ألاقي البنت تمشي قدامي، ما ينفعش. بسرعة بسرعة بسرعة. أو ماي جاد البنت حاسة اللي في حاجة، البنت حاسة اللي في حاجة. ثانية أنا هنا، بسرعة 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 أنا هنا، هما مش شايفيني، أنا خايف البنت تشوفني. ثانية بسرعة، نعمل إيه؟ بسرعة بسرعة، أيوة بسرعة بسرعة، أنا هنا أهو، بسرعة بسرعة، يلا بسرعة. يا لهوي البنت هتشوف والله. ماي جاد، يلا كله يجي. تمام أنا بحاول أفتح المكان، بحاول أفتح. ثانية، هل إحنا نقدر نفتح؟ بسرعة، طب نجيب قنابل، بسرعة بسرعة. قنبلة فين؟ أيوة القنبلة أهي. تمام حلو أوي، تمام جدا. خلونا نشوف كده، هي البنت راحت فين؟ او ماي جاد، بص انا نطيت ازاي؟ والله انا ايه ده يا ولاد اللعيب؟ ايه ده؟ ما هو المكان. البنت واحد فين؟ البنت مشيت؟ ماشي تعالوا ثانيه، ايوه تعالوا كده. طب تعالوا هنا. كويس قوي، خلونا هنا نحط السلم. تمام شوفوا بقى اللي هيحصل دلوقتي، عشان اللي هيحصل ده ما حصلش في اي حته تاني. يلا بينا كده. اوبا تمام، ما نقدرش هنا ندخل بردك من الازاز ده. طب ممكن مثلا نحط قنبله وتحصل في اي حاجه. ايوه هوب. ما حصلش اي حاجه، والله ما ينفعش. خلاص تمام ممكن ابطال نعمل كده،
هوبا كده ليه؟ والله محاولة سير البيت فاشلة خالص، عصابة فاشلة بجد يعني. طب ده مفتوح. اوقف عندك دلوقتي، المكان كله محاصر للأسف. خلاص انت اتحصيت، المكان كله يعني. يا جدعان احنا دلوقتي عصابة، انتوا دلوقتي بتقولوا دفني ليه؟ الموضوع صعب. ايه ده؟ يعني واحد بيقول لي بليز دفني يا بلال. لا مش بلال، الحمد لله ما قاليش بلال، الحمد لله فتاته بيقول بلال. هو انت ايه ده؟ او ماي جاد، يلا بسرعه بقى دلوقتي بسرعه. فين الخزنه؟ او ماي جاد، ايوه تمام عليك من العصابه حبيب قلبي، اديله ليتس جو، يلا بينا. سرقنا البيت، وقف، ايوه كده تمام. تعالى بقى عشان انا ايه اخطفك، يعني ايه مش عارف اخطفه ازاي بصراحه ولا اعمل ايه. ماشي تعالى عشان اخطفك. يا عيني سعبت عليا. تمام بص كده عم بقى انا احطه فين. تمام عايز احطه في مكان سري بجد، محدش خالص يعرف ايه، يعرف اصلا يجيب الشخص ده بعد كده. ايه الاماكن السريه اللي انا ممكن احطك فيها، عشان المفروض دلوقتي انا خطفك اصلا. تمام امسك المسدس عشان يبان لنا حساب كده. ماشي تمام ممكن. او ماي جاد انا عرفت انا احطك فين. خلونا كده نشتري المكان. او ماي جاد مش عارف اصلا اشتري، وبيقول لي انا اصلا عندي بيت. انا مش عندي بيت على فكره، وانا بجد مش عندي بيت. ثانيه كده، ايون هات السجن، احطك في السجن، هو ده اللي هيحصل. انت انا خطفتك وهحطك في السجن، يلا بينا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا بينا دلوقتي. انت هتتحط في السجن، انا مش عارف بقى يعني انت حظك للأسف كده، ولكن دلوقتي انت دلوقتي هتكون في السجن. يلا افتح لك الأوضة دي، يلا اقعد اقفل يا باشا. للأسف نفسي بصراحة يا ابطال يكون السجن فيه يعني ايبي جيمنج اكس يسطا، يعني يا جدعان والله العظيم زهقت. لا عمر والله انا لا ما ينفعش تحلف في بلال، هي دي مجرد سلسله ما ينفعش تحلف فيها، ولكن حاضر انا عمر بس بصراحه بطل اخر حاجه ان انا المفروض اصلا دلوقتي انا عصابه. تمام المفروض احط هنا، تمام انا المفروض اقفل كده وقوم قافل، ولكن ثانيه كده انا دوست على دي، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بصراحه، ولكن دي كاميرات المراقبه اللي في السجن كلها، مراقب بقى ساعتها هراقب كل حاجه، ولكن للاسف بصراحه ابطال فشلنا في الحركه اللي احنا كنا بنحاول نعملها. ده وده حبس نفسه وقال لك انا احبس نفسي، وده اصلا شرطي، ايه الهبل ده؟ ولا يعتبر بس كده ابطال الفيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل بدايه الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده يا جيمنج اكسوي، سلام.